بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول مفاهيم ويب متقدمة. الفصل الثاني مكون ويب أو ويب كومبوننت، تعريف مكون الويب وإضافة مكون ويب. تعريف مكون الويب: هي وسيلة سهلة لإضافة مزايا إضافية من خلال خيارات معالج مكون ويب، ثم يقوم برنامج فرونت بيج بكتابة العلامات المكونة لهذه المزايا بالنيابة عن المستخدم، ولتشغيل معالج إدراج مكون ويب من قائمة إدراج نختار أم ويب كومبوننت. يظهر معالج إدراج مكون ويب أو ويب كومبوننت، فنختار المكون الذي نريده، وهنا نريد إضافة شاشة اسمية من قائمة إدراج ويب كومبوننت. نختار تأثيرات حيوية ثم شاشة اسمية. تعريف الشاشة الاسمية: هي رسالة نصية متحركة يمكن التحكم في طريقة حركتها ويمكن التحكم في تنسيقها. وذلك خطوات إضافة شاشة اسمية. بعدما نختار تأثيرات حيوية شاشة اسمية، نضغط على زر إنهاء. يظهر صندوق خصائص الشاشة اسمية، نكتب النص المراد تحريكه بالشاشة، ثم نختار اتجاه السرعة السلوك. يوجد ثلاث أنواع من السلوك: مرور وانزلاق وتبديل. تكرار إما باستمرار أو بإزالة علامة الصح وتحديد عدد مرات تكرار محددة، واختيار لون خلفية النص لسوف يتحرك بالشاشة، ثم الضغط على زر. مكون معرض الصور: تعريف معرض الصور هو ترتيب الصور الفوتوغرافية على هيئة مصغرات، وعند اختيار المصغر تظهر الصورة كاملة. كيفية خطوات إنشاء معرض للصور: نفتح موقع ثم نكون صفحة جديدة، نستدعي معالج إدراج مكون ويب، ثم من نوع المكون نختار معرض صور فوتوغرافية ونختار نوع المعرض. من إدراج كومبوننت نختار من نوع المكون معرض صور فوتوغرافية. يوجد أربع أشكال، وليكن نختار تخطيط عرض الشرائح. ليظهر صندوق خصائص معرض الصور، نضغط على زر إضافة، ثم نختار إما صور من ملفات مخزنة على الجهاز أو صور من الماسح الضوئي أو الكاميرا. نختار المكان المخزن فيه الصور ثم تحديدهم، ثم الضغط على زر الموافق لتظهر بهذا الشكل. مكون عنصر تحكم ActiveX، وهي أجزاء فعالة من برامج مثبتة على جهاز زائر الموقع، يتم إضافتها إلى صفحة الويب مثل مشغل وسائط متعددة الويندوز ميديا بلاير أو رزنامة كاليندر كنترول. خطوات إضافة عنصر تحكم ActiveX، وذلك من خلال المثال التالي نوضح كيفية إضافة عنصر التحكم ActiveX. نستدعي معالج إدراج مكون ويب، ثم نوع المكون نختار عناصر تحكم متقدمة ثم عنصر تحكم ActiveX. نوع المكون عناصر تحكم متقدمة ثم نختار عنصر تحكم ActiveX. حيث أن قائمة العناصر لا تحتوي مشغل وسائط متعددة ويندوز ميديا بلاير، نضغط على زر تخصيص لإضافته. إذا لم نجد هنا الويندوز ميديا بلاير، نختار تخصيص، نضع علامة صح أمام ويندوز ميديا بلاير ثم موافق ليظهر داخل الشاشة، ثم نختار زر إنهاء ليظهر صندوق الويندوز ميديا بلاير. لإدراج فيلم فيديو أو وسيط متعدد داخل هذه الشاشة بالزر الأيمن، نختار خصائص عنصر تحكم ActiveX. يظهر صندوق ويندوز ميديا بلاير بروبرتيز أو خصائصه، نختار زر استعراض أو براوز، نختار المكان الموجود فيه الفيلم الفيديو، ثم الضغط على موافق ليتم تشغيله عند ضغط على صفح الانترنت او الاكسبلورر مستعد. ملاحظة: تقوم العديد من الشركات والمبرمجين على تطوير مكونات ويب اضافية بهدف التجارة او تسهيل المستخدمين، فبدل من كتابة نصوص البرمجية الطويلة يقدموا لك مكونات ويب يسهل التعامل معها. ونستطيع الوصول للمكونات دي عن طريق البحث عبر شبكة الويب، إما على فرونت بيج ويب كومبوننت أو فرونت بيج بلاجينز. وبعد تثبيت تلك المكونات فلن نجد قائمة مكونات الويب الإضافية فارغة كما هو الحال الآن، ولكن سوف تكون فعالة.